يقول: هل ممكن أن كل ما حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وما جرى على الزهراء، هل تحتملون أنه ما وصلنا؟ أنا أقطع بذلك قطعي. الأحداث اللي صارت كثيرة، وهجومهم على بيت علي وفاطمة واضطهادهم لهم في أوسع مما وصل إلينا. اللي وصل إلينا أولا شحيح لأن الرواة يخافون، من ناحية ثانية أهل البيت ما يردون، دائما يتكلمون بظلامتهم، يتكلمون بحججهم. نعم، فإذا هناك إخفاء لما حصل. وأنا قلت لواحد مرة، واحد جاينا ويقول أنه سمعت هنا ناس يحبون أجدادي فجيت لكم. شفت هذا نجدي، شكله نجدي سعودي. قلت له: منين انتخل؟ من الحسنيين. وين أنتوا؟ قال: احنا ساكنين بالطائف. كثيرين؟ قال: ايش 10,000. قلت له: وانت كم عمرك؟ قال: 75 سنة بوقتها. قلت له: يعني تذكر 1925 لما دخلوا الوهابية الى مكة، انت تذكر؟ قال: لذة شرني يا الشيخ، لذة شرني. قلت له: كيف؟ قال: والله أنا كنت عجي، كان طفل، أول ما دخلوا الوهابية شعلوا النار في دورنا. هذه طبيعة العرب، أول ما تهاجم قوم احرق بيتها. شعلوا النار في بيوتنا. أمي ركضت وأنا تعلقت بثوبها، كنت عمري 7 سنين عجي. ظلينا نركض إلى الطائف. طيب هذا أمس الحادثة صارت، ما واصلتنا. فمن المؤكد أن اضطهادهم وهجومهم مرتين على بيت الزهراء وعليه السلام عليهم أوسع مما وصلنا. اللي وصلنا جزء منه.